بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا السائل أكرم يقول: اعتاد بعض الناس في كل جمعة من السنة أن يذهبوا إلى القبور ليقرأوا الفاتحة على الأموات، هل هذا من البدع؟ وهل ورد شيء في قراءة الفاتحة على القبور؟ مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن زيارة القبور إذا كان القصد منها الدعاء للأموات والسلام عليهم مشروعة وفيها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر بالآخر. ولم يتحدد لها وقت، لا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة، متى ما تيسر للإنسان يزور القبور. الذي يخصص يوم الجمعة هذا بدعة، لأن هذا لم يرد تحديده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن عند القبور بدعة، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد الدعاء لهم والسلام عليهم، هذا الذي ورد، فلا نزد شيئا من عندنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: سجود الشكر هل لا بد له من طهارة؟ وما صفته؟ وهل له أن يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ الراجح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لا يشترط لهما طهارة، لأنهما عبادة مستقلة ليس من الصلاة. صلاة طهارة إنما تشترط للصلاة، وهذه سجود الشكر والتلاوة هذه عبادة مستقلة ليست صلاة، لا يجوز أن يسجد للشكر أو للتلاوة هو على غير طهارة. نعم. يقول: أنا بعد الصلاة المفروضة أستخدم المسبحة لضبط العدد في التسبيحات. لا بأس بذلك إذا كان القصد منه ضبط العدد فقط، أما إن كان يعتقد أن للسبحة فضيلة وأنها شعار الصالحين هذا لا يجوز، هذا فعل الصوفية تأخذونها شعارا لهم، هذا لا يجوز. نعم. يقول السائل الرشيد: ما حكم مس المصحف بدون طهارة؟ وما كيفية الطهارة، الاستنجاء أم الوضوء؟ لا يجوز مس المصحف من غير طهارة، لقول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية: لا يمس المصحف إلا طاهر. وكل ما هو متصل بالمصحف من الورق أو من الجلد فإنه يتبع المصحف، لا يمسه إلا بطهارة. طهارة تكون بالوضوء من الحدث الأصغر أو بالاغتسال من الحدث الأكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ مهاب هذا السائل: هل يجوز لك إذا ظلمت من قبل شخص أن تنتصر لنفسك بأخذ مظلمتك منه إذا كانت مالية، حتى ولو اضطررت إلى هذا الأمر بحلف يمين ليست صادقة لأنه هو الذي تسبب لك بهذه الخسارة؟ إذا ظلمك أحد في مالك فأقم عليه دعوة عند المحكمة الشرعية وأتي بالبينة وتحصل على حقك إن شاء الله. فإذا كنت لا تستطيع أن تقيم عليه دعوة وظفرت بماله، يعني تمكنت من أن تأخذ حقك من ماله ولا تزد على ذلك، فلا بأس. هذه تسمى مسألة الظفر، تسمى مسألة الظفر. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أم جوري في سؤالها عن تشقير الحواجب بالنسبة للنساء بقصد تقليل السمك والتجمل للحواجب العريضة، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، ولا يجوز العبث بالحواجب، لا يجوز للمرأة أن تحدث في حواجبها شيئا، ولا تستعمل ما تستعمله النساء اليوم من العبث بالحواجب بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بغير ذلك، كل هذا لا يجوز،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والمتنمصة أو النامصة هي التي تأخذ أو تزيل شعر حواجبها أو شيئا من شعر حواجبها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة السائلة: هل تنتهي العدة بوقت وفاة الميت؟ بمعنى بأنه إذا توفي العصر فهل تنتهي في عصر اليوم الأخير؟ إذا تمت المتوفى عنها 130 يوما من وفاته فإنها تخرج من العدة، 130 يوم وهي 4 أشهر و10 أيام. نعم. ابتداء من وفاته، من خروج روحه. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للشخص أن يحج بمال من غير، وهذا المال فيه شبهة، هل يجوز له أن يعتمر بهذا المال؟ المال الذي فيه شبهة يكره له أن يستعمله، والاحتياط والورع أن يتجنبه، لا يستعمله لا في أكل ولا في لبس ولا في غير ذلك من الاستعمالات. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلا يحج المسلم ولا يعتمر ولا يأكل ولا يشرب إلا من مال حلال ليس فيه شبهة. نعم. السائل سلطان يقول: هل تصلي المرأة إذا سقط الجنين وله أكثر من 2 شهر و50؟ إذا بلغ 80 يوما، إذا بلغ الجنين 80 يوما، يعني سقط يوم 81 ونزل معها دم، فإنه نفاس. أما إذا كان دون 81 يوم فالدم الذي ينزل ليس نفاسا، وإنما هو نزيف، لا تترك الصلاة من أجله. نعم. أبو يوسف يقول: الشيخ ماذا يقول المرء في سجود السهو، وماذا يقول في الجلسة التي بين سجدة السهو، وجزاكم الله خيرا؟ كما يقول في الفريضة، يقول في سجود السهو ما يقوله في سجود الصلاة تماما، يقول: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة والأكمل 3 مرات، ويدعو كما يدعو في صلاة كما يدعو في صلب الصلاة. نعم. علي حسن يقول: ما حكم لقطة المال؟ لقطة المال لها أحكام. الإبل لا يجوز التعرض لها لأنها ليس عليها خطأ، قال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبه. وأما لقطة الذهب والفضة والطعام والأموال المنقولة فهذه إذا كان لها شان ولها قيمة فإنه يأخذها بشرط أن يعرفها سنة، يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها سنة: من ضاع له كذا، من، حتى يجد صاحبها فيسلمها إليه. فإن تمت السنة وهو يعرفها ولم يأتي أحد فإنه يستنفقها، تكون ملكا له، ملكا مراعى، لو جاء صاحبها أي يوم من الدهر يدفعها إليه إلا إن سمح بها. وأما الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة والشيء اليسير والعصا القصير والحبل الذي ليس له قيمة، لا بأس أن يأخذه وينتفع به. رأى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. دل على أن الشيء اليسير ينتفع به الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. محمود محمد يقول: فضيلة الشيخ، رجل مات وعليه مؤخر صداق ولم يترك شيئا، فهل يلزم الوالد أن يسدد هذا الدين أم يسقط عنه؟ الدين لا يسقط عنه، يبقى في ذمته، ولكن إذا أراد الوالد أو غيره من أقاربه أو غيره من المسلمين أن يسدد عنه ليبرئ ذمته فهذا شيء طيب، فيه أجر وثواب، تبرأ ذمته بذلك. نعم. يقول ميم جيم: هل يرفع العمل في حالة عدم مسامحتي للخصم الذي ظلمني؟ ما يرفع العمل بظاهر الحديث حتى يتسامح، حتى يتسامح. قول الله جل وعلا: أمهل هذين حتى يصطلحا. نعم. يقول السائل: إذا كنت تريد الأجر وتريد الثواب أسمح عنه. نعم. يقول هذا السائل: فكري، أنا أريد أن أطلب من شخص يشتري لي سيارة بالتقسيط على أن أبيعها لغيره، ما رأيكم في هذه الطريقة في الشراء؟ إذا كان الرجل يملك السيارة أو السلعة ثم تشتريها منه بثمن
بثمن مؤجل وتبيعها لتنتفع بثمنها، هذا يجوز، لكن لا تبعها عليه هو، لا تبع السيارة أو السلعة على من باعها عليك مؤجلا، لأن هذه مسألة العينة، هذه مسألة العينة وهي حيلة إلى الربا. نعم. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، هذا مالك تتصرف فيه. نعم. السائل نذير يقول: عند نزول المطر هل الأفضل الصلاة في البيت أم في المسجد، وهل ذلك يتعلق بكل أنواع المطر الشديد وغيره؟ المطر الذي يبل الثياب أو الدحض بعد المطر الذي يكون في الأرض، الذي يشرع عنده جمع بين الصلاة المغرب والعشاء يجمعون، وهذا تخفيف على الناس. وأما إذا كان ما يجمعون وعلى أنت تتضرر تترطب ثيابك أو يصيبك برد أو تخشى من إصابة نزلة مرض، فلك أن تصلي في بيتك دفعا للضرر. نعم. أحسن الله إليكم. طاجيم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التهنية بيوم الجمعة كقولك جمعة مباركة، وكذلك خص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال وفي نهاية الرسالة يكتب جمعة مباركة وجزاكم الله خيرا؟ كل هذا لا أصل له، وهو من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل بدعة ضلالة. نعم. مونة المديهيم تقول: أحسن الله إليكم يا شيخ صالح، هل القراءة من المصحف الإلكتروني مثل القراءة من المصحف؟ لا بأس بذلك، المهم أن تقرأ القرآن سواء عن ظهر قلب أو من المصحف أو من الشاشة المسجل عليها. نعم. محمد يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لحكم الصلاة خلف إمام مسبل، تصح الصلاة مع الإثم للمسبل، الإثم يكون على المسبل، أما أنت فصلي مع الجماعة ولا تترك صلاة الجماعة حجة أن الإمام مسبل. ولكن من هو المسبل؟ لأن بعض الشباب عنده أن من نزل ثوبه عن نصف الساق يكون مسبلا، لأنه لا يعرف السنة. المسبل هو من يلبس لباسا تحت الكعب، يلبس لباسا تحت الكعب، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هذا هو المسبل. إذا كان مسبلا وإن وجدت إماما أحسن منه تصلي خلفه ولا تصلي خلف المسبل، إذا لم تجد إماما فلا تترك صلاة الجماعة، وعليك أن تناصحه وتبين له هذا، والإثم عليه هو. نعم. عبد القادر علي يقول: بالنسبة للسؤال عن الركعتين التي تصلى في الروضة في العمرة، هل هي من السنة؟ نعم، الروضة الشريفة، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يستحب الصلاة في الروضة لهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. محمد صلاح الدين عبد الله يقول: ما هو وقت أذكار المساء؟ هل هو بعد العصر أم بعد المغرب؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي، هل المقصود بعد العصر أم المغرب؟ أذكار المساء قال إذا دخل المساء، والمساء يبدأ من زوال الشمس دخل وقت الظهر، فإن جاء بالذكر وقت الظهر بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء كله من المساء. نعم. هذا السائل عبد الله يقول: بالنسبة للجهر بالبسملة ما حكمه؟ الجهر بالبسملة في الصلاة ما مخالف لما عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأغلب، وفعل الخلفاء الراشدين ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يبدأون الصلاة الحمد لله رب العالمين، لكن قد يجهروا أحيانا بالبسملة لا بصفة دائمة، وإنما بعض الأحيان. نعم. من أسئلته يسأل عن دعاء الاستفتاح ما حكمه، وهل له صيغ معينة؟ دعاء الاستفتاح له صيغ، نعم، منها: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيره. ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان غالبا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إذا قام لصلاة الليل. وهناك أنواع من الاستفتاحات واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبأيها استفتح صح ذلك. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة بأنواع الاستفتاح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل التأمين سنة؟ تأمين إيش التأمين؟ بعد الفاتحة. نعم، تأمين بعد الفاتحة سنة مؤكد. إذا قال ولا الضالين فإن الإمام والمأمومون يرفعون أصواتهم بقول آمين، قوله صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. نعم. يقول الشيخ، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة والسورة التي بعدها؟ لم يثبت هذا، إلا أنه كان يسكت بمقدار ما يرجع إليه نفسه. لم يثبت عنه سكوت إلا بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح، وبعد الفراغ من قراءة السورة قبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه. أما السكتة التي بين الفاتحة وبين قراءة السورة، هذه لم يرد بها دليل، لكن بعض العلماء استحسنها من أجل أن يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله علي أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذا السؤال عن بيع التورق، يقول: هل هو جائز في الإسلام وما صفته؟ مسألة التورق فيها خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها جائزة للحاجة. يحتاج الإنسان إلى نقود ولم يجد من يقرضه، فإنه يذهب إلى من عندهم سلع للتجارة، يشتري منهم سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها، ثم إذا حل الأجل يسدد للداين إذا كان محتاجا ولم يجد من يقرضه، فيجوز لأجل الحاجة بهذين الشرطين: أولا أن تكون السلعة ملكا للبائع قبل العقد، ثانيا أن لا يبيعها على من باعها عليه، على من دينها له، بل يبيعها على غيره، والثالث أن تكون لحاجة لا تندفع إلا بذلك. نعم. من أسئلته يقول فضيلة الشيخ، في حال المطر هل يجوز الجمع والقصر؟ القصر في السفر ليس لأجل المطر، إنما هو للسفر فقط، مسافر. وأما الجمع فيجوز بين المغرب والعشاء في الحضر. نعم. يقول: هل فتاوى علماء بلد ملزمة للبلد الآخر أو ملزمة للبلد الآخر، وما الضابط في ذلك؟ لا يلزم من الفتاوى إلا ما عليه دليل من الكتاب والسنة. ما كان عليه دليل من الكتاب والسنة إنه يلزم كل مسلم العمل به من نفس البلد أو من بلد آخر. وأما الاجتهادات التي يحتمل وليس عليها دليل ظاهر وهي محتملة، فهذا إذا وجد ما هو أرجح منه وأقرب منه للصواب فإنه يأخذ به. وعلى كل حال العام يسأل العالم ويعمل بقول العالم بما يفتيه به العالم الذي يثق بدينه وعلمه. نعم. يقول في الحديث: يا شيخ، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله، ثم قال كلمة سواء، هل هما بدرجة واحدة في الإثم أم لا؟ نعم. وهل بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم هم سواء، هل يقال هل هم سواء؟ لا، هم سواء في الإثم، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا مع المرابي على الإثم والعدوان، وكل من تعاون مع العاصي على معصيته فهو شريك له. نعم. السائل إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، أنا في سفري وإقامتي أستخدم البطاقات الائتمانية كما يسمونها فيزا، فما رأي الشرف في نظركم في هذه البطاقات؟ مأجوري. لا تجوز البطاقات الائتمانية، بمعنى أنهم يدفعونها لك تشتري بموجبها ويسددون عنك، يكون دينا في ذمتك ما سددوه عنك، ويستردونه بزيادة، والزيادة قد تكون عند الدفع وقد تكون عند أخذ البطاقة، يأخذون الزيادة مقدما أو يأخذونها مؤخرا عند التسديد، هذا هو الربا ولا يجوز. نعم. أخيرا من أسئلة الأخ يقول: ضابط أخذ العربون في البيع والشراء، وفضيلة الشيخ، إذا تركه هل عليه شيء؟ تركه أحسن، لأن في خلاف العربون. العربون هو ما يدفعه المشتري للسلعة لأجل أن يستخير هل يأخذها أو لا، يدفع العربون للبائع، فإن عزم على أخذها كمل له الثمن، وإن لم يعزم فإن العربون يكون للبائع في مقابل ما حبسها عليه. وهذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا يجوز. الإمام أحمد يرى أنه يجوز ذلك، لأن عمر رضي الله عنه دفع العربون على يد وكيله في مكة لما اشترى له دار السجن، أعطاه بعض الثمن وقال أراجع عمر، فإن رضي أكملت له. هذا دليل على جواز بيع العربون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل لصلاة الجنازة وقت محدد، وهل يجوز الدفن ليلا؟ الدفن ليلا يجوز عند الحاجة، لا بأس. قد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولا تحبس الجنازة تؤخر إلى النهار. وأما صلاة الجنازة فتجوز إلا في
الأوقات الضيقة مثل عند قيام الشمس في وسط السماء لا يصلى، وكذلك عند غروب الشمس أو ظهور الشمس وطلوع الشمس أوقات الضيقة لا تفعل صلاة الجنازة، أما في بقية الأوقات فتفعل على الصحيح. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.